كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فلا أقسم بمواقع النجوم وإن قسم لو تعلمون عظيم فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما من
الظالمين فروح وريحان فروح وريحان فروح فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فأما إن كان من فروح وريحان وجنة فروح وريحان فروح وريحان فأما يوعدنا وإياكم إن شاء الله، يوعدنا وإياكم الجنة إن شاء الله، فروح وريحان. حلوة كده بقى، حلوة كده. فأما إن كان من
وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. ولهم من الاسماء اربعه. صلى الله عليه وسلم. نعم 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 لا شك. الله 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 يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله يصلح حالك الحمد. الله يصلح حالك حبيبي. انت فيك صفه من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. لا شك. صلى الله عليه وسلم. فنزل من حميم. فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك. إن هذا لهو حق اليقين. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى.
والذي أخرج المرعى فجعله غثاء فلا تنسى إلا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى تفضل العريس تفضل الخاطر تفضل سيدي الف مبروك ان يتم بخير ان شاء الله زواج مبارك باذن الله تعالى نبارك لاخونا العريس وندعو له كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقول جميعا قولوا معي اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في الخير اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير زواجهما ان شاء الله وبال عندكم جميعا ان شاء الله في النصر الراس اللهم امين شكرا والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر 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 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد رسول الله لا مش ما يطلبوا المستمعون يستمعوا نفسه الله يبارك القرآن نفسه مقام فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى لا إله إلا الله
لا والله أكبر والله أكبر لو قعدنا نلبي القرآن من كل واحد هنقعد الفجر ده عشان احنا ما نشوفك غير كل خمس سنين إنه لقرآن كريم القرآن كله حلو والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد لا قريش إيلافهم لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد خلاص كده خلاص كده تلاوة أداء الناس ما ينفعش خلاص لا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا في قريش العفو يا سيدنا ربنا
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. بحق فاتحة الكتاب وما حوت وما بها من أسرار وأنت العزيز الغفار بارك لعرسان هذه الليلة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا أعدل العادلين نقول لهم جميعا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بين